السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بجمعة كيسر قليب سطات، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. الخيرة والرجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 17 في شهر جوج 2023، الخيرات تنور والجميع المشاهدين الحباب تونا في المكان أهلا بكم. ما تنسوش الحباب تونا جميع المشاهدين يعاونونا بالشراك، جميع المشاهدين الإخوان يعاونونا بالشراك قناة زيتون المرجان. بشحال بعتي الخيرات اليوم؟ 100 ريال. تبارك الله تبارك الله، خضرة 100 بطيشة مازال خاصكم تنقصوا منها. ها؟ لا مازال غادا ترقص. ايوا حيت طالعة شوية. مازال غتهود غتهود إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله. تنوريو هاد الخيرات لجميع الحباب تو الخيرات. واش كاين خاص السي الزيتون؟ هاد الخضرة هاد. وشوف اش بغيتي؟ هاد التفاحة حمراء وبيضة شحال؟ 220. وهاد البنان؟ بنان. وهذاك الليمون حداك؟ الليمون 160 ريال. وانت شحال الخيرات اليوم؟ الخيرات اخي 120 120 150 غت... 140. لا اسمح لي ما تزربش عليا بزاف. زربت مكت... هاد 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 المهنة من البصله البطاطا بسباس وكل شيء كل شيء خارجه على المطيش. واللي بغى بطاطا وحدها 160. لا قالوا لينا 140. 160 الشاف الله يحفظك، راه غالي يا رب 4000 قل 200. كنلعبوا معاك انتوما نقصوا شويه. كنديروا نقصوا مفلحين هنا وهنا. انتوما مفلحينش. شارين شارين جوي. احنا شارين الخضره نبيعوا الخضره. شارين الغنم نبيعوا الخضره. شارين الخضره تبيع الخضره. نلعبوا زيتون مرجان كندعمك. الله يحفظك الله يبارك فيك. حتى الخيرات في جمعة كيسر. يبيعوا الغلا ياك اسي. فين واد الخرا ما كاين لا رخام. الله يحسن العون. الله يحسن العون. ب7 دراهم فين واد الرخا. الله يحسن العون للجميع. السلام عليكم. ياك ما عندكم الصبر اليوم؟ لا بد من الصبر، راضينا عشته. الله يعطينا الشته كما قال هذا الرجل في جمعة كيسر. شحال هاد الخيرات؟ وعندنا 120 6 دراهم. ماشي 100؟ لا زايده المليح بحقه. واللي بغى بطاطا وحده؟ 8 دراهم 160. قالوا لنا 140. شويه عيالي راه فيها الزرقاء. وهذه منين هاد؟ هذه يا سيدي قاسم هذه راه مليحه راه الصوف. سيدي قاسم جيت السوالم هذا بير جديد. ديال الرمال هذا. وتر طليق القليان طليق. كل شيء طليق ليه. ما تلقاوش يقليوا مع الزيت غلا. اه. يبخروا. مع الزيت مع الزيت تو عاد ندير 500 لتر. اه. تو نبقاو كاع يقليوا عاد يسرقوا. ياك؟ اه. تنحيوا جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. وباطيشة شحال ديرة؟ 160. وما زال غادي تنقصوا منها. إلا نقصوا لينا نقصوا. هادو ما عليهمش، هادو نقصوا الكروات وغادي نقصوا المغاطيين. تعال 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 تتكلم. وما صدقش هذيك السيمانة. سبحان الله. والله ما عقلت. وزيتوني والله. ايوا والله بشحال اليوم تاني؟ 120 والفلفل ما عطيتش 160. واللي بغى بطاطا وحده؟ راه السوق 180 9 دراهم. اي اي. وترقص في وخرك. زيتوني. واخوي. اه. وفعلا عيرك. انا شاهد قال لي تلفت عنده. شوف بطاطا اللي عندهم. امام الحلاله من هذه. ملاح من هذه. ياك؟ اربعه اربعه الخويا. قول لي هذه دكانه. المليح لا هذه بلادي. ها؟ دكانه عاد هذاك ما عارف والو هذاك بو ما كانش خطار انا اللي بويا خطار. ياك؟ قول لي. وين يقول لي الثمن باش تبيع؟ الثمن
الجودة ديال الخضرة راه كاينة. والبصلة شحال؟ البصلة مع الخضرة. ونبغى وحدة؟ شارينا ب 40 درهم جملة. تبيع 100. واش غدير؟ ما عليكش. وين البطاطا ما كرتيش ليا بشحال خديتيها؟ البطاطا معنا بقال 200 6800. يومسي انا 830 عندكم. السلام عليكم. وما عندوش الجوده هكا. تا هو عندو تا هو عندو ما عندي ما نقول عندكم كاملين. ها؟ الزرقاء غتبيع 100 كلشي. تا الفول وهالقراق كلشي 100. هي الخضره ناقصه عندكم اليوم. مازال غنسول الاخرين. تيقول هاد الراجل الخضره ناقصه عندنا اليوم 100 كلشي. واللي بغاها بطاطا وحده شحال؟ شحال اوليدي؟ 120. اوليدي شحال خضر؟ نهار زين. بخير ناشط. راني بخير اصاحبي. الله يحفظك اخويا رضوان. تبارك الله. حافظك اودي السير رضوان. علينا وعليك. ياك بخير. اجري حادي ولا الشتاء؟ هادي اخويا امرا تشتا ان شاء الله. تبارك الله. 260. شحال هاد الخيرات؟ 260. حمراء وبيضاء ولا الحمراء؟ ولا الحمراء وحده والبيضاء وحده؟ بحال بحال شاري نص نص اخويا. ما غاديش زعما دير الثمن شويه. والسلع غالي ودي الزيت ملي كاين يخرج بخدمه اللي مش بحال ما كاينش تفاصيل قليله. وهاد السلعة تبارك الله قليلة خيرات تبارك الله. وهادي شحال داير هاد؟ ليمون 160 وديزيت. هذا رضوان ضرافات وراجل زين ديما خاص مع الخير. وهذاك البنان بشحال؟ 180. شاب نهار زين بخير ناشط تبارك الله. هادو خاصين بالخضر او الفواكه كما تشوفوا في جبهة كيسر. شحال الخير؟ 260 تفاح. ما غتنقصوش يا خويا هشام؟ والبنان؟ ولادك ولا واخا شوفني ولدي عارف انا عايشه مع الرجاله عايشه مع الحمد لله الحمد لله. واخا مرحبا. وهذا شحال؟ الليمون 150. 150 نافين 150 هاد الخيرات. تنحيو جميع المشاهدين قناة زيتون المرجان والمصورين تونا تهما نحيوهم تيوريونا الثمن الحقيقي وثمن معقول هاد الخيرات في جمعة كيسر. كي داير السي بخير؟ ناشط؟ الأحوال؟ مزيان. مرحبا. رخيص الليمون رخيص كلشي رخيص رخيص. الحمد لله الحمد لله كلشي زين. ياك بخير؟ الله يبارك ويزيد. مرحبا. الله يحفظك. شحال بعت هاد الخيرات؟ شناهو؟ التفاح شحال بعت؟ التفاح كاين هذيك 240. هذيك 240؟ وهذا الليمون النافي 160. وهذاك البنان شحال بعتيه؟ 10 دراهم. مرحبا واخا 10 دراهم. ياك بخير؟ ناشطين. شحال هاد الجلبانه هاد؟ 280 باش تبيعوا فيها؟ باش تبيعوا تبارك الله. هي خالصه 240. 240 تبيعوا فيها على 40 ما كاين بهت. وهاد الخيرات اللي تتبان لك هنايا؟ التفاح اخويا الحمراء كنبيعو فيها 280 الخلطه 260. دابا هاد الحمراء غلات ما فهمتش علاش. المليح كاين؟ لا ما عندي ما نقول. ويني راه الثمن ديما بزاف. راه الثمن راه سرها الفرق. دابا عبد الغني راه يقول لك الحمراء بشحال واخدين السلعه؟ راه فايت الله الفرق السلعه باش حاطينها؟ باش واخدين انتوما. الله يحسن العون الجميع وصافي. وين شكون اللي صايق؟ هاني صايق. الباخير انت ولا؟ انا باين لي شكون اللي صايق وريني الصايق. باين لي انت اللي صايق. هاني صايق هذا انا كريسو. باين لي انت صايق. زيدوني سلام. مرحبا بشحال القرع؟ الراجل القرع. هذاك راه ما عرف ما يقول. قرع 6 دراهم. وهذاك الخرشف شحال داير؟ 120. وهذا النعناع والشيبه؟ الشيبه درهم. والنعناع؟ النعناع 10 دراهم. وهاد الربيع تبارك الله وهاد الخيرات. الربيع 3 درهم. هذا مول الحمص والفول بشحال؟ هاد الحمص وبشحال الفول؟ الله يحفظك الله يبارك. الفول 240 كارم. الحمص 360 كارم. وين بشحال تبيع فيه تدرك؟ نبيعو فيه 1000 فرانك بجوج فول وحمص. فول وحمص 1000 فرانك الكيلو. كيلو
كاين الغلا خويا. كاين الغلا. كاين الغلا. الله يحسن العون. بعد غالي الله يحفظك. واخا انت والعصابة. شحال بخير؟ وين؟ اه. راس ولا 4000 خداش البانا. عندك ثاني دير كي السيمانة الأخرى. راس البانا 240 حاسن. حسن مسكيني ياك واني هذا خلنا في الجلبان عقب جابها راك نصلح فيها هو بازل برد لي 280 نصلح فيها تبعت لي الطبله تبعت لي الطبله هذوك يقول 300 لا بزاف ما قالوش لا 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 ما كاينش هو بازل 170 من البلاصه عندك ابو زيدري والله ما فايده 240 هذا ما نعرفهاش هذا هو كاع عبد الغني هذا غيزيد عليه فلوس مع انت ما نسرك وهالتفاح شحال عبد الغني التفاح كان في 140 ما عمره بعد تفاح 140 اليوم اي 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 راه تا هو صورنا وهذاك الليمون هذاك 150 بان 180 انا شتو بحال مخلوع اليوم ما تلصقوش لي الجلبان والله انا سوداني دابا شري هذا بالفلوس اللي ديرو جاب سلفهم الجلبان بغا يشريو من عنده غاليه بشحال هاد التومه ها التومه خويا كان نشريوها 260 وكان نبيعوها ب 460 كيلو الفرق تصور في الكيلو نصور الفرق وقاديه شويه ما شو انا كان تسلكو تتسلكم اه وراه كاملين تتسلكم